بعد أسبوعين من الحملة الانتخابية، تحدث علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات من ولاية مستغانم عن فئة الشباب التي تعتبر أحد مقومات الاستثمار عوض البقاء تحت طائل البطالة أو التفكير في الهجرة غير الشرعية. ليش ولادكم يحرقون؟ ليش يلقوا كل خير من زير ما يلقوش؟ شباب الجزائر هو أكبر خير أعطاه ربي للجزائر. كي يديروا قوانين لتسهل، كي نديروا بنوك لتساعد، كي نديروا لانساج ونصلحوها، ينتعش الشباب ويفرح، يلقى الأمل في العمل، يلقى الأمل في الزواج، يلقى الأمل في السكن. بن فليس الذي عدد مشاكل ولاية مستغانم وعدا في حال انتخابه رئيسا للبلاد بأن يجعل منها قطبا فلاحيا وسياحيا، خاصة في ظل ما تتمتع به عاصمة الظهرة من إمكانيات عقود قروض توجيهها للفلاحين الحقيقيين، نصائح وإرشاد في الفلاحة وفي تربية المواشي. تنطلق الفلاحة والولاية هذه فلاحية تعيش روحها وتعيش جزء كبير من الجزائر. بلو دو 9 مليون دو توريست بارا، أكثر من 9 ملايين سايح والسواح. الولاية هذه فيها أكثر من 50 أوتيل بفضل الخواص، وقادرة تكون عندها 10 مرات أكثر. تحبوا تديروا سياحة بلا ما يكون عندكم البابر لازمين وبلا ما يكون تفتح العالم؟ مستحيل. رئيس حزب طلائع الحريات راهن على وحدة الشعب ونبذ الخلافات كسبيل لخروج البلاد من الأزمة.